حسن هنينو كساب بالجامعة القلوية بن صميم التابعة لإقليم أزرو، اشتهر بارتباطه الوثيق بسلالة الأغنام تمحديت وحرصه الشديد على اختيار العلف الجيد لقطيعه. راس تمحديت زوينة فيها الجودة، والناس ديال الكسابة راه إلا ما كنرتاحش في خاطري إلا ما جيت عندها الصباح وفي الغداء وفي العشية، وما كنعس غير إلا شتها، وربما العشرة دليل 11 دليل وأنا معاها.